كثير مننا يحبون التجارب العلمية. من هذه التجارب في تجارب تكون خطيرة وفي تجارب تكون أسطورية. ممكن تتذكرون الأيام اللي كنا ندرس فيها في الابتدائي في حصة العلوم، في اللحظة اللي يجي المدرس فيها ويجيب معه بالونة ويمسحها على راسك، ونستغرب من التجربة هذه، ونطلع للبيت ونحاول نسويها ونحاول نوريها أقرب الناس لنا. إذا مو الأغلب يحب التجارب العلمية، طلعت الدراسات تشير أن الإنسان يحب يتفرج للتجارب العلمية بشكل كبير. طبعا إذا كانت التجربة هذه جديدة، فإن صاحب هذه التجربة يتوج بالبطل. قررت أبحث في اليوتيوب أو في جوجل وش هي التجارب العلمية اللي الناس تحب تتفرج عليها. لاحظت أن التجارب هذه هي التجارب اللي يحب يشوفها الإنسان بعين المجردة وهي قاعدة تتفاعل قدامه، يعني ما يحتاج مجهر عشان يشوف الأشياء هذه. قررت أني أبحث عن أكبر التجارب الموجودة في السوشيال ميديا، وأخيرا حصلت تجربة المانتوز والتجربة الثانية اللي هي التجربات التفاعلية. طبعاً التجربة اللي راح تشوفونها قدامكم اليوم استغرقت 3 أيام عشان نعرف وش هي المكونات. لا تحرمونا من ضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، واستمتعوا في التجربة وشاركوها مع أخوياكم. ألو، هذا ليه ما يرد؟ أسامة، غريبة متصل، ايش عندك؟ أهلين أهلين، أبغى أقوى تجربة علمية عندك. تجربة يا أسامة؟ مثل إيش؟ أبي أصور مقطع تجارب علمية وأبغاها تكون في البيت. طيب أنا بعطيك تجربة أو تجربتين ما قد أحد سواها. طيب وش هي التجربة هذه؟ التجربة الأولى، أنا أبيك تجيب 600 حبة مانتز منتهية الصلاحية مع مشروبات غازية. طيب التجربة الثانية وش هي؟ التجربة الثانية عاد ما أقدر أقول لك إياها، برسلها لك في الخاص. طبعا تجربة اليوم يا جماعة الخير راح تكون في السطح، في سطح البيت. شوفوا كم كاكولا جبنة أو سبرايت، تمام، مع مانتس هنا منتهي الصلاحية. شوفوا هنا موجود برضو جبنة صابون وجبنة سطل. هنا في بعض المواد اللي طلبناها، هذه اللي راح تسوي تفاعل مرة قوي. بس ثواني نشغل لكم الكاميرا الثانية والكاميرا الثالثة برضو عشان تصور لكم مع كل الجهات. طيب والله العظيم يا جماعة الخير اني توهق الحالي، احس في شيء خطأ، يعني ابغى واحد يمسك لي ويصور لي. بحاول عاد اني بقدر المستطاع اني اطلع بشيء حلو باذن الله. طيب اول شيء راح اسويه حلاوة المانتس، راح اخليه داخل العلبة، راح افك داخل العلبة هذه وما يقارب 600 حبة. يلا تعالوا خلينا نجمعها ونحطها جوا. عاد خبرتي التجميع، والله احس بيجي تفاعل مره قوي حرفيا، تفاعل ذا المره، لان المانتس هو شيء منتهي صلاحيته. يبين لكم ولا لا؟ حتى لونه مختلف، ناظروا لحبه المانتس بشكله صفراء. والله العظيم انها متعبة بشكل مخيف. يا ولد تعب تعب. اخ يا ليتكم معي بس جمعون. اخ والله بنخلص بسرعة كثير المشكلة. المهم خلني بخلص المانتس واجيك. طيب بعد ما عبينا الله يسلمكم السطل هذا، شوفوا عندنا تمام. الحين باقي نكب الكوكاكولا هنا، ولكن راح اسوي كذا طريقة احترافية. ايش راح نسوي؟ نجيب الجوبرو. جوبرو نجيبها، نخليها تسجل، نحطها لكم هنا تمام. بتشوفونها الحين في المونتاج كيف راح تكون حلوه. نعبي الكاكولا هنا. هذه حقة اللقطه الله يسلمكم. اوكي هنا الحين نعبي الكاكولا شوي عشان ما تروح غازات كذا. نعبيها، اتوقع بيصير شيء مره 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 صعب، لان والله الكاكولا الوحده كبيره. خليني اسوي لكم تجربه صغيره بس دقيقه، فبقي كاكولا هنا. اوكي نوريكم تجربه صغيره هنا، شوفوا. لا واحده ما سوت، لا هذه ما سوت شيء. طيب نجرب التجربة الثانية الكثيرة، نعبي الكاكولا كلها بعدين نرجع لكم. ثواني بس نفلل الشيء هذا اللي عندنا. شوف هذا للحين يتفاعل، ناظر للحين قاعد يتفاعل. طيب خلنا نعبي السبرايت الحين. نعبي السبرايت احس بيسوي ميكس جبار حربية، بس يبغالي اقرب كذا عشان الغازات. قربت عشان الغازات. سبرايت وكوكولا بينهبل مفهوم. والله يا فيها غازات احس السبرايت. شوفوا ذا والله للحين يتفاعل، هذا للحين يتفاعل يا جماعة الخير. نجيب سبرايت ثاني.
والله انت لفل، لو يطيح هذا كله هنا يجي عليه فوق. طيب معبي كاكولا؟ لا بحطها كذا عشان ما تروح غازات كذا. يكفي ولا نزود؟ يا سات فوق شوية. أيوة طيب باقي نعبي السبراي. أوكي أتوقع هذا كله يكفي. الحين الله يسلمكم نجيب الخلطة حقتنا. هذه الخلطة، بس أول شيء قبل ما نخلطها راح نجربها على الكاكولا اللي موجود هنا. نجربها كذا تجربة نشوف هي بتتفاعل أو لا، لأنهم يقولون ما تتفاعل لما يضرب المانتس فيها. لا لا تفاعلها بسيط. تعالي هنا. أوكي. لا لا صح صح، هذه مع المانتس، مع المانتس. معليش نسيت شيء غلط، هذه مفروض مع المانتس نخلطها. شوفها تفاعلت هنا. طيب جماعة الخير، اوكي هذه نخلطها مع المانتس. الو كيس جوا كيس، شكل المادة صدق هذه. طيب هذه نخلطها مع المانتس. خلطناها مع المانتس هنا. بسم الله شوفوا قاعدين نختي. خلطناها كلها مع المانتس يا جماعة الخير. الحين باقي الله يسلمكم نحط هنا فيري، نحط فيري يا جماعة الخير. هنا فيري 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 فيري. شوف شكله هنا، شوف شكله، تعال كذا شوف شكله كيف أخضر. الحين انتظر. أوكي طيب الحين خلطنا الخلطات كلها، خلطنا الخلطات كلها. هذا الحين بنكب على هذا وبتشوفون ايش راح يصير، بس قبل شيء لازم نبعد. جاهزين؟ بسم الله. دقيقة. اوه باقي باقي خلطة، دقيقة بحطها آخر خلطة. هذه آخر خلطة يا جماعة الخير، ثواني دقيقة بجيكم بجيكم. شوفوا هذه الخلطة نحطها هنا. خلاص الحين شوفوا شو اللون طلع، شوف اللون ايش طلع. جاهزين؟ والله ما هي تسجل لله، ثواني. ايوه تسجل. حرام التعب ذا كله يروح بدون تسجيل. بس للحين هي قاعد تفور يعني. تعال خليني اوريكم من قريب. للحين هي قاعدة تفور. الحين قاعدة تفور. تفور تفور مرة والله. عيا توقف. فجي جي والله ما ضبطت. يعني توقعت انها بتنفجر وبتروح فوق وبتطير. بس ما كانت في نفس اللي في راسي حرفيا. طيب السلام عليكم، اهلا وسهلا يا جماعة الخير. اول شيء صباح الخير. هذا الشيء الاول. هذا الحين اليوم الثالث بعد ما راجعت الله يسلمكم تفاصيل التجربة هذه. طبعا شفتوا في التجربة اللي قبل شوي ان الله يسلمكم تفاعل يعني ما في يعني شيء جذاب، فقررت اني ما انزل مقطع لين ادرس وش الموضوع اللي يخلي الشيء جذاب. جذاب ولا كذاب؟ اوكي اوكي اوكي. طيب وش سويت انا؟ قمت سويت تواصل مع الناس اللي لهم خبرة في الكيمياء، لهم خبرة في الكيمياء، لهم خبرة في التفاعلات. اخيرا عرفت الطريقة اللي يسوونها الاجانب، تطلع نافورة فوق. واليوم راح نجرب جزء بسيط، بعدين راح نسويها بكمية كبيرة. طبعا قبل ما أبدأ في التجربة هذه أتمنى ما حد يسوي التجربة هذه نهائيا، لا في بيتك أو في أي مكان لا تسوي التجربة هذه. طبعا يا جماعة الخير هنا كل شيء جاهز، ما عليكم يعني من الإمكانيات والطاولة والأشياء هذه، أنتوا عليكم من التجربة نفسها. أول شيء راح نجيب قارورة نفس هذه أو أنبوب نفس هذا بالضبط، بعده في شيء سناخ راح أجيبه من تحت وأجيكم، ثواني. راح تجيب بعض الأغراض، تمام؟ أول شيء نحتاجه الأنبوبة هذه. بعد الله يسلمكم راح نسوي الحين تست بسيط يعني على الموضوع، تست بسيط مرة مرة على الموضوع هذا. أتمنى ما حد نصب هذه كذا لأنها أصلاً هو حارق، تمام؟ بعدها نجيب الفيري. بعد ما نجيب الفيري الله يسلمكم نجيب الملون الطعام هذا. طبعا انا رحت البس بلوفر، خفت انها يطير او شيء ويحرقني. نجيب ملون الطعام. اوه لا لا لا، طبعا هذا هو ملون الطعام. اوكي ناخذه نخلطه، بس نصب منه شوي.
بعدين الرج كذا تمام. بعد نجيب المادة الثانية، مادة صدق تحتاج خلط يعني شوي. اوكي نخلطها مثلا في الكاس هذا، هذه مادة محفزة تمام. نخلط كني كثرت شوي. نجيب المادة الثانية، بعد الله يسلمكم نجيب الموية ونبعدها شوي لان بالريحة هذا يفور. طبعا هذه تجربة بسيطة، بعدها راح تكون في تجربة كبيرة يعني. طيب ثواني نجيب ملعقة بس نحرك، نحتاج ملعقة في سلك هنا اصلا نشوفه كيف تفاعله. نحرك 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 نحرك، بعد الله يسلمكم الحين راح نجرب التجربة. راح نصب جوا الكاس بس نبعد الاشياء هذه. الحين نجرب بسم الله. ايوه بدت تتفاعل، بدت تتفاعل، بس هذه الخلطة تحتاج مويه شوي. ايوه هذا وانا حاطيه شيء بسيط حرفيا طلع شكلها كذا جبار بره، بس ما ادري انتم تشوفون الشيء اللي طاير منها ولا ما تشوفونه. طبعا هذه التجربة الاولى بكمية قليلة. طيب يا جماعة الخير الحين راح نجهز العدة ونجربها بكمية كبيرة مرة، ابغاها تطير فوق. الحين راح نسويها. لو عندي كمية كبيرة من المحاليل يا ساتر، الحين راح يصير شيء جبار، صدقوني صدقوني الحين راح يصير شيء جبار مرة مرة. باقي آخر علبة نعبيها بس. أوكي بين العلب كلها. بعد الله يسلمكم نجيب الفيري، بناه فيري. بعد نجيب الله يسلمكم ملون الطعام، نرجع شوي ونحط ملون الطعام حولها الأحمر. بعد الله يسلمكم نجهز الخلطة التالية حقة المحفز. ايش رايكم نضبط هذه جوا العلبة؟ ان هذيك ما ادري يبغى لها رج، فهمتوا؟ العلبة نقدر نقفلها ونرجها. اوكي بيها مويه بس ونجي. ثواني شلون لو نضبها؟ ثواني بس ابعد الكاميرا عشان يا اخي والله شكله جبار حرفيا ما راح يوقف، ما راح يوقف نهائيا. طيب يا جماعة الخير هذه التجربة اللي طلعت معنا اليوم. اذا حابين نسوي تجربة اكبر من كذا اكتبوا لي تحت في الكومنتات اذا عندكم تجارب، واذا احد برضو عنده مختبر في الرياض كلمني راح نجيكم المختبر او واحد يقرب لك. كلها في شخص حاب يصور مقاطع تبونه او لا. اذا وصلت هذه النقطة لا تنسى تضغط اللايك، واشوفكم في مال الله يا جماعة الخير. مع السلامة.